ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نجح فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشخصيته القوية في انتزاع حق الوداد البيضاوي عقب فضيحة رادس، واستطاع القجاع الترافع بقوة بتفويض من نادي الوداد البيضاوي على الحق المسلوب من طرف الترجي التونسي ورئيسه بشكل فاضح أمام مرأى العالم. استئصال الفساد التونسي الذي عشش بالاتحاد الإفريقي بعدما سبق العديد من الفرق الإفريقية الاحتجاج على فساد الترجي بينها الأهلي المصري ومازيمبي الكونغولي حول التلاعب في تعيين الحكام وحرمانهم من الحقوق. وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ختام اجتماع طارئ للجنة التنفيذية بباريس إعادة مباراة إياب نهاية عصبة أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي. وقال مستشار رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للصحفيين أن المباراة ستجرى بعد منافسات بطولة إفريقيا للأمم في ملعب خارج تونس، مشيرا إلى أنه يتعين على نادي الترجي التونسي إعادة الكأس والميداليات التي سلمت له. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.